ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ورقة بن نوفل وهو يعني رجل كبير وكان يعني تنصر دخل في النصرانية وكان يكتب الإنجيل وكان كاتبا فكان عنده المعلومات عن الرسل السابقين وعن الأمم السابقة لكونه كان كاتبا وكان يعني عرف يعني ما عند النصارى يعني قبل أن يحصل التبديل.